رمضان كريم. علينا وعلينا. شلونكم؟ شو اخباركم؟ الحمد لله. مروان احمد. مروان سيان علي. صارت فرصة أخيرة لكم. متفقين؟ متفقين. رمضان كريم شباب. شلونكم؟ شو اخباركم؟ باعوا هدايا انواع اجهزة كهربائية. خليني اسوي لكم شوية حافز حتى يصير المايك. اجهزة كهربائية. شركة سكوبال التبوغ والأراجيل الروسية. سلسلة مطاعم مندي اليمن. مركز تجميل. شيء تريدون تسوون بيه سوي، بس يملكم يا للنساء. شوية فلر، شوية تنظيف. شركة السواقة ما ننسى. تمام؟ متسوق ماركت. تمام؟ نبلش. هنا لو تغني لو تقول لي شعر. افتح. يلا. يا يلا 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 ما اعرف هي شوي شوي يطلع السوالف يلا حط لك الهديه لك ما دا يجي على بالي صراحه لا هي ولا هاي لا هاي لا هاي انا من ولا هاي ولا هاي عارف لا عارف غنى جاب لها غنى اعطوني المايك اسمع الطرب الاصلي لك علي صوتك خليك علي ما اقدر اسمعك يلا انا بخير بس مو زين انا اشتاقيت مدر المين ناس هواي ماك حد ما بيهم لقيت إنسان يسمع حزني لو ضمد ما بي أعيش أسبوع جبروني وعشيت هالقيت عاشر 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 يسمع حسن من عندك يعني شعر يلا شقل اللي تشروح أريد الشعر بإنساس قدام الكاميرا أها شقل اللي تشروحه وانت شو تقولين هم يجي باشر ومتأمل العقبة ايش ما اشوف تشروحي كذا بتقتنعين قصيدة كامله اعطي مايك ما عندي شعر لا ولا هاي ولا تغني ولا ولا غني ولا شعر ليه ما يا حظي ما والله ما جعل شو سببها شو سببها طلع سمعنا مقطع الاخ مقطع الاخ وهاي الهديه قبل كل شيء مقدمه من سلسله مطاعم مندي اليمن لشخصين وين تاخذ وياك بصراحه زوجتك صديقك اخوي وزوجتك زوجتي خلها نايم بالبيت ساحه قحطان اليرموك اربع شوارع تروح هنا قلهم فيزيتان ويا قناه سمره فضائيه زين ما تبدل لي هاي يعني قدام كاميرا ما اريد هاي شيء لا شو تريد غيرها مثل شنو يعني جاهزه منك لا شو تريد ما اعرف كيف انت قلت منك يا منك شنو ما اعرف انت اللي انت بعد راح اعطيك مقطع وانت رضي خلص مع المقطع ونشوف حسب المقطع متفقين انت عاوز غني فكر يلا ولا متى يحين متى يخلص حزين قلبي متى يحين وعن بالي ولي الله متى يحين متى يوم الوعد يوصل متى يحين وعاتب كل شخص حد جرح بيوي ولا ليلية للنوم عيني والله تستاهل جهاز كهربائي بعد قلبي ما تدرقي لا لا ما اريد نرقيله لا عشتري هو بعد كيفك جهاز كهربائي لا لا جهاز كهربائي هو بعد كيفك بعد كيفك بس متى تاكل من دي مجوع لا ما احب ولا جوعان دباعي حتى قبل ما اطلع دباعي والله يبوا علي ايش دباعي وجه اصفر خطيه هلا ورده صفرة لا لا ما ما اريد ما احب تكره هو تكره هو شيف طباخ هو شيف طباخ انت شو هو شيف طباخ زين ماشي بعد يلا ماشي ليه زحمه عليك ابي شي العلاقه الطينيه ها اها عاشو عاشو تستاهل بس بس مو لك هاي زوجتك هاي معرض الوليد وانا قلت بعد قلبي مبروك عليك ممنون بس تباع وجه اصفر الولد يا والله خله انت من وين انا من المحمودية صرنا ناصرية حياكم الله حياكم الله بشكو ها اكو ماكو ابد